Amir! رب رباطك. أمير أمير. وي احنا على دوار طبيعتي هذا السوق الاورفي اللي مثل الصدر سوق الدجاج هو يسمونه هو صار انفجار هذا اليوم تقريبا يعني بثنتين صار انفجار اخوي صوب تقريبا 15 جريح وشهيد ايش السبب ما نعرفه هم قاتلين بس على فقير هو الناس فقراء وعلى بابا سيارة خالي سيارة هذا من عمي وايد ناس تجمع ناس حتى على باب الله تشتري هاي مجمدة العتيقة المجمدة يشتغلوا يبيعوها 10000 دينار ناس كلها تعبانة على 5000 وهاك شوفه يعني التجمع يومي هنا بالألف بشر لا بصفة اطفائية لا حماية لا شو اسمه السيطرات تفوت على السيطرة هاي السيارة الحين 5000 5000 يلا تموت ما ادري